الإمام الرضا عليه السلام، فمن الأئمة وباب الرحمة وضامن الجنة الإمام الرضا الراضي بالقدر والقضاء المحتم من الله جل وعلا، قام بالأمر بعد أبيه موسى بن جعفر قتيل الطغاة الذي تركه الرشيد 3 أيام على جسر بغداد، الداخل يتفرج والخارج يتفرج، مأملين وعدهم ظن خبيث يقولون إذا ظل على الأرض مرمي ميت يجيف، وهذا بالعكس أهل البيت كلما ظل القتيل أكثر ازداد طيبا أكثر، وهذه من معاجز أهل البيت وكرامات الله إلى الأولياء. مثل الإمام الحسين عليه السلام 3 أيام مقطع مجزر، 40 حافر محددة تدوس على صدر إنسان وجعلتك الكحل على الأرض، وظل 3 أيام قالوا هذا بجيف، وإذا تعبقت كربلاء كلها بطيب الإمام الحسين وأصحابه. ثانيا من الكرامات الإلهية، ابن سعد دفن الخوارج كلهم وخلى الحسين وأصحابه مجزرين على الأرض. الله جل وعلا أرسل إلى الإمام الحسين ملائكة السماء تصلي عليه 3 أيام، زمرة تصعد وزمرة تنزل من السماء، ولهذا الشاعر يقول ما أن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لك تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق 7 شداد. يعني زمرة تصعد وزمرة تنزل، ملايين الملايين. فهذه الأئمة كراماتهم عظيمة، ولهذا ترى الشيعة دائما قلوبهم محترقة من جال على هذه المصائب التي حلت على أهل البيت. الرضا أنجي إلى الرضا عليه السلام، لأن ماكو مجال الضار غارقنا عليكم مشان ما عدنا شيء، بس نعلى الله إبليس. فعلى كل حال ما طاف الوقت إن شاء الله. المأمون من بعد أبي قام بالحكومية والأمارية، قتل أخيه المؤتمن وصار مكانه. وين صارت حكومته؟ في خراسان، لأن أبيه الرشيد دفن في خراسان، الآن مدفون ويا الإمام. قال إذا دفنوني ويا الإمام بتزيد الصلوات والتحيات على جسمه. ما دروا ايش بصير، واذا تكهربت العالم على الكلام على الرشيد والصلوات على الامام الرضا عليه السلام. اولا الامام عليه السلام روايه الى الامام يروي ابصلت الهروي، قال أنا كنت خادماً إلى الإمام الرضا عليه السلام، ويوم من الأيام حدثني بهذه الرواية، قال لي يا أبا الصلت ترى المأمون إذا أنا أموت بيخلي أبي قبل إلي وأنا أصير وراه، لكن الله بشد عليهم الأرض وبصير مثل الحديد أو أقوى من الحديد، بيجيبون المعاول وبيجيبون الآلات ولا يسلمون سلمة واحدة من الأرض، بيعجزون عن يحفرون القبر، يقولون ادفنوني أنا ورا الرشيد، خلون الرشيد قبلة إلي. إلين عجزوا، تعالي للمأمون وقل لي ترى أنا الإمام خبرني وقال أنت بتسوي هذا العمل، لكن ما بيصير قبر أبوك قدام الإمام، لازم الإمام قدام أبوك، يعني الرضا يصير قبلة إلى أبوك، تقبل أحفر أنا قبر إلى
بيقول لك نعم، لأن عجزوا من الحفار وعجروا من الضرب وعرفوا وكذا، وصارت الأرض لا تقول حديد، أعظم من الحديد، الحديد النار الدوبة، هذه الأرض بتصير عليهم ما عليها مسير. قدرة إلهية، انتخذ عمود أو معول وتقدم على أبوه واضرب الأرض ضربة واحدة وبينشق القبر كامل، وإذا انشق القبر بيطلع فيه ماء على صورة الحليب وينملئ القبر كل ماء، وبتطلع في ذلك الماء 40 حوتة صغار بيجولون في الماء. هذه لين قرصين بعطيك إياها واحتفظ بيهم. إلى شفت هذه العملية صارت، فت الخبز إلى في الماء وبياكلون الحوت 40 حوتة كله. فإذا أكلوا كله واستوفوا بتطلع عليهم من القبر حوتة كبيرة. إذا طلعت الحوتة الكبيرة بتاكل الحوت الصغار كله، وإذا أكلت الحوت بغير الماء وبيبس القبر فادفنوني في القبر. وبعدين بيسألك علمنا هذا الحديث من وين؟ قول لهم أنا نسيت، بالحقيقة نسيت، من علمتكم نسيت، لو ضربوك لو يعني أهانوك لا تعلمهم خلاص. فهذه معاجز أهل البيت يعلمون بها، إحنا ما ندري. فقضية المأمون شوف السياسة، لأن يقولون المأمون هذا يسمونه عالم بن العباس، يجمع العلماء والفهماء ويحتج عليهم بالعهود العقلية والنقلية فيغلبهم من علمه، يعني يحكي عن علم مو يحكي بلا علم، لأنه يقول وإن من العلماء من يتعلم العلم لإهانة الناس، وفيهم لا يتعلم العلم لإفادة الناس لحياة المجتمع، لأن ماكو أفضل من العالم إذا كان عالما وعاملا بعلمه، هذا العالم الصحيح، العالم العامل بعلمه، هذا أفضل من جميع الناس إلى الفضل. زين، هذا العالم ليش صار أنت، ليش صار هو أفضل منك؟ هو ما أفضل منك، أنت إن شاء الله تعرف الله حقيقة المعرفة وتؤدي الواجبات والمستحبات، والعالم يؤدي المستحبات والواجبات، لكن صار أفهم منك وأنت تخضع إليه حيث أنه يعلم وأنت ما تعلم شيء، فأصبح العالم العامل، مو كل عالم، العالم العامل بعلمه هو أفضل من الناس بعلمه. والله ما عندي زيادة، لا عندي عينين مثل أنت عينين هو عينين، أنت إيدين هو إيدين، أنت رجلين هو رجلين، لكن أفاق عليك بعلمه اللي ينصح العالم بعلمه، فهذا إلى الفضيلة على الناس بعلمه. ولهذا إلى العالم مكان عظيم جزاهم الله خير، لأنهم تعبوا أنفسهم في طلب العلم. هذا المأمون له، هذا علمه مو قضية ينفع الناس أو يفيد الناس، هذا جاي يسوي إلى روحه مكانه حتى يزداد شرفه وتتعاكف الناس عليه، حيث أنه يقولون هذا كرم الإمام الرضا واحترم الإمام الرضا، وإحنا بعد بنحترمه مثل ما يحترم إمامنا بنحترمه. كتب كتاب إلى الإمام عليه السلام في بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله المأمون إلى الإمام الرضا ابن العم العزيز الغالي، واعلم لا يقر لي قرار ولا يطيب لي عيش ولا أهنى بشيء إلا بالنظر إلى طلعتك يا ابن رسول الله، فإذا وصل كتابي العجل العجل الوحى الوحى الساعة الساعة. فجاء الكتاب إلى الإمام عليه السلام، الإمام يدري مو ما يدري، يعلم، كل إمام يدري وين حفرته وين مكانته يدري. فلما جاء الكتاب وفض الكتاب أخذ يبكي عليه السلام، يقولون لي يا ابن رسول الله بلغنا عنك شيء عجيب. قال وما هذا الذي بلغكم؟ قالوا يعني المأمون رسل إليك وبالاحترام وبالشرفية وبيخليك في مكان عالية،
فبكى الإمام عليه السلام وقال: نعم إنكم لا تعلمون ما أعلم، إني أعلم شيء لا تعلمونه. شنو تعلموا تبكي من أجله؟ قال: أنا أروح غريب وأقتل غريب وأدفن غريب وأزار غريب. ولهذا في زيارة يقول: السلام عليك يا غريب الغربة، يا بعيد المدى، يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. لكن شوف العاقبة وش صار. صار الإمام الآن يعني أعظم مقام وأعظم مزار إلى الإمام الرضا عليه السلام. من كان مع الله كان الله معه، بس تكون مع الله أنت صادق وشوف وش الله يعطيك في الدنيا والآخرة، لأن أعطى الله ما لحد ولا نهاية، بس الناس ما تدري. فجاء الإمام عليه السلام، أولاً أرسل له 300 قائد يشيعون الإمام إلى هذه البقعة العظيمة. وطلع الإمام وجالت المدينة بالصراخ والعويل، ولا سيما أخته فاطمة المعصومة عليه السلام وشيع عليها، فأمر ينضحون عليها الماء حتى تفيق من غشوتها حزناً على أخيها الرضا عليه السلام، لأن إلى الأخو موقع في قلب الأخو، ما نشي عز من الأخو عند الأخو، إذا أخو جميل وياه وأخلاق زنوية ما له نظير. فسلاها الإمام وأوصى عليها تتكفل بالعائلة، وقال: يا أختاه كوني كعمتك زينب بعائلة الإمام الحسين، لأن الإمام أوصى على أخته العقيدة زينب، فتكفلت بالعائلة حتى صبرت ذلك الصبر العظيم إلى أن شاب رأسها وجرت عليها مصايب لا تعد ولا تحصى كرامة إلى الحسين عليه السلام. فأنتين أصبري وتكفلي بالعائلة. الشاهد أن الإمام ودعها ومضى، ما مر على بلاد إلا طلعوا يستقبلون الإمام بمجامير البخور والزينة وكذا وكذا، إلى أن وصل قريب خراسان. طلع المأمون بعائلة وياه، فلما قرب وصول الإمام إليه ترجل من على ظهر الدابة ومشى حافيا إلى الإمام عليه السلام، فاعتنق الإمام عليه السلام، فتعجبت العالم من عمل المأمون. إلى أن وصل أظهر له الاحترام وأظهر إليه الطيب والكرامة، إلى أن استقر الإمام عليه السلام. قال له: يا ابن رسول الله، أتدري لأي شيء أتيت بك إلى هذا المكان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أريد أخليك أنت الخليفة وأنا من بعدك. قال له: يا مأمون، شلون أنا الخليفة؟ إحنا ما نصير إحنا خليفة يعني سلاطين أو نصير على الناس، لا، إحنا خلفاء الله جل وعلا في أرضه، جعلنا هداة للناس، نرشد الناس، نعلم الناس، نهدي الناس، إحنا هداة. قال: ما يصير، إذا ما أنت صاير أنت الخليفة صير ولي عهدي. قال: شلون أصير ولي عهدك وأنا أموت قبلك؟ قال: من الذي يقتلك وأنا موجود؟ قال الإمام: لو شئت لأخبرتك بمن يقتلني. دخلت الحزازة في قلبه، عرف أنه هو اللي بيقتله، والإمام علم بأنه قاتل لا محالة، إن طالت الدنيا أو قصرت الدنيا. يقولون: فاشتر سيف من تحت البساط وقال: إن لم تقبل لأعلونك بهذا السيف. كيفك أنت؟ إلك خيرتين، خير القتل خير ترضى تقبل. قال الإمام: إن ربي نهاني لا ألقي بيدي إلى التهلكة، ولكن اعلم يا أمير شرط لا أغير ولا أبدل ولا أرفع ولا أوضع. مباشر خذ هذا وانهب هذا، لا أنا مشغل هذا. يقولون: فقبل المأمون كلام الإمام عليه السلام وعين له يوما إلى الترشيح، وأرسلوا إلى الكبار والعلماء والجماهير
حتى امتلأ مجلس المأمون ذاك الكبير، وجاءت الشعراء يمدحون في الإمام عليه السلام من الصبح إلى أن جاء وقت الظهر، هذا يقوم وهذا يقعد، كل واحد عنده شيء، إلى أن جاء أبا فراس الهمداني أو الهمداني ما أدري. على كل حال هذا رئيس الشعراء، لما دخل وسلم على الإمام وسلم على المأمون، قال للمأمون: أنت يا أنت يا أبا فراس، ليش ما جيت تمدح في الإمام؟ أولا أنت لك الطائلة في الشعر، ما حد يسبق، أنت رئيس الشعراء، والشعراء من الصبح إلى الآن واحد يقوم واحد يقعد، أنت ليش ما جيت؟ قال: أنا جتني الرسالة وأدري، لكن ماذا أقول في هذا الإمام، لأن هذا مو عادي. بعض الشعراء إذا جاء يشعر إنسان ساعة يعليه إلى السماء، ساعة يوديه إلى القمر، ساعة يوديه إلى الأرض، ساعة يوديه إلى الشمس، ها، وهذا مو محله. لازم الشاعر يكون يوضع الشعر على قدر الذي يشعر فيه. لكن أنا وش أسوي؟ فأنشد يقول، قال: مالك بد إلا تجيب له قليل وتشرفنا بكلامك بشعرك يا فرزدق. فأنشد الفرزدق يقول: قيل لي أنت أوحد الناس طرا في بديع من الكلام النبيه، لك من جوهر الكلام ببيع يسمر الدر في يدي مجتميه، فعلى ما تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعنا فيه، قلت لا أهتدي لمدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. شقول أنا في إمام جبرائيل خادم جده وخادم أبوه وخدام إليهم جبرائيل، طاووس الملائكة، هذا الرجل العظيم الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وآله، وهو الذي صعد به إلى السماء حتى وصل إلى سدرة المنتهى. قال له في أمان الله يا محمد. قال للنبي: وين بتروح عني؟ عند الشدايد تخدرني؟ قال: لا، ما أنت مخدور يا محمد، أنت عزيز على الله، واعلم لكل ملك مقام، وأنا مقامي إلى هذه المكان، لو عديت خطوة واحدة لاحترقت أجنحتي من الأنوار، وأنا وين أروح؟ قال: الآن أنت بيجيك الأمر من الله، الله ما جابك إلى هذه المكان إلا بيعزك وبيرفع مقامك إلى يوم القيامة. قل: وإذا برفرف من نور جاء إلى النبي وجلس على ذلك الرفرف النوري، وإذا صعد به ذلك الرفرف من آلاف الملايين من الأنوار حتى وصل إلى بساط القدرة، وإذا بالنداء من قبل الله: بشر شرف بساطنا بنعليك يا رسول الله أو يا محمد. هذا مقام جبرائيل، أنا وين عندي أوصل مقام إلى هذا الرجل؟ فعلى كل حال انقضت الجلسة، ويقولون ملأ فاه من الدر والياقوت المأمون، الناس اعتجبت، قالت: شلون هذا يحب الإمام؟ طلع الإمام، انقضت الجلسة والناس حافين به، وصعد الإمام على بغلة عليها تخت من الفضة، الإمام يقدر يلبس تخت من الذهب، يلبس من جميع الأشياء، لكن هذا كله محرم على الإنسان، على تخت من الفضة. وصعد الإمام وجلس، وإذا صار الإمام كالقمر أو كالشمس الطالعة في رابعة النهار، لا إله إلا الله. اعتجب الفرزدق وأنشد يقول: مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا، من لم يكن علويا حين تنسبه فما له في قديم الدهر مفتخر، والله لما برى شخص وأصعده شرفه تشريفا: يا آل بيت رسول الله عندكم علم الكتاب وما جاءت به السور. فنزل الإمام وأعطى الفرزدق هذا التخت الذي من الفضة، قال: سيدي ما مدحتكم أنا إلى العطاء، خيركم كثير. قال: ونحن إذا دفعنا شيئا لا يسترجع لنا، خذه بركة يا فرزدق.
فهذه من معاجز وفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. نرجع إلى قضية قتل الإمام الرضا عليه السلام. لأي سبب وبأي سبب؟ لأن المجرمين قلوبهم تغلي متسافل الدرجات، يحسد من على إذا واحد درجة متسافلة وشاف واحد درجة عالية يحسده على العلا. هذه قضية صارت قضية المطار، والعالم اعتجبت من معاجز الإمام في هذه القضية، حتى يقولون مرت السحاب السلم على الإمام بأمرة المؤمنين والناس يسمعوا. هني القضية اعتجبت الناس، حتى مرت 10 سحابات ويسألهم الإمام ويقولون في بلد كذا وكذا أرسل الله. مرت السحابة 11 مشتملة على رعد وبرق وأظلمت الدنيا، فداخل الناس الرعب والخوف مما نظروا من ذلك الظلام، واستحابة الرعد وتبرق والإمام يهدئهم. اهدأوا أيها الناس، سلمت عليه السحابة: السلام عليك يا ولي الله، وعليك السلام. إلى أين قاصد أيتها السحابة؟ قالت: إلى بلادكم يا ابن رسول الله، ولكن الله أمرني ما أرمي مطري حتى تأذن إلي أنت يا ابن رسول الله. وهذه أعجب، فانكمدت قلوب المجرمين على الإمام. قال: عجل إمهلي قليلا حتى توصل الناس مساكنهم وأوطانهم عن الأمطار. قالت: حبا وكرامة. فلما وصلوا إلى المنازل وإذا بها برقت وأرعدت ومطرت مطرا عجيبا حتى امتلأت الحيضان والغدران والفلوات، وأصبحت العالم يتلون بالصلوات على محمد وآل محمد. انكمدت قلوب المجرمين، ومنهم إنسان لعنه الله يسمونه حميد ابن مهران، أقبل على المأمون قال: وش سويت يا مأمون؟ فتقت على نفسك فتقا لا تستطيع على رجعه أبدا، رجلا خاملا بالمدينة أتيتنا به، وقالت الناس ما وقع المطر إلا لأجله وبدعوته، والله مجهلك العالم. وافق الدعاء وموافق المطر، فطاح المطر. قال المأمون: وش عندك أنت؟ قال: عندي لو أرخصتني لأخجلن الإمام إذا جاء في هذه المكان. قال: افعل إذا تتمكن افعل. ظالم، ما قال هذا إمام متق الله في نفسك، لا، قال افعل إذا أنت فيك. فجاء الإمام عليه السلام، وقضية طويلة عريضة، ودخل الإمام كأنهم لم يلتفتون إلى الإمام. قام هذا الملعون وجلس به إلى صدر الإمام، قال لي: يا ابن رسول الله، زعمت الناس بأن هذا المطر المقدر الذي جاءنا بدعوتك. قال: انت وش تقول يعني؟ قال: لا، هذا مو بدعوتك انت، هذا الله رايد يجيب لنا المطر وأراد دعوتك بيها، وطاح المطر. قال: وش تريد من عندي الآن؟ قال: إذا أنت عندك كفاية وعندك إجابة دعوة من الله، اسأل هذين الصورتين المصورين على مسند المأمون يصيرون أسود، وإذا صاروا أسود أمرهم بأكلي. فقال الإمام: مرحبا، وهذا أمر على الله هين. تكلم الإمام بكلمات لا يعلمها إلا الله، وإذا تحركت الصور من على مسند المأمون وقامت الأسود على حالتهم أسود أحياء. السلام عليك يا ابن رسول الله، وعليكم السلام أيتها الحيوانات، أمرنا بأمرك. قال: دونكم حميد ابن مهران كلوه. فمالت الأسود على ابن مهران ووضعوه على الأرض بين الناس، وأكلوا لحمه وشربوا دمه وأكلوا عظمه ولم يتركون منه شيئا. وإذا بالناس فزعوا، والمأمون غشي عليه
غشي عليه. فلما قالوا له يا ابن رسول الله أمرنا بأمرك نسني بصاحبه، قال إن لله أمرا هو بالغ، عودوا إلى مكانتكم. فعادوا إلى المسند، أمر الإمام ينضحون على المأمون ماء الورد، فنضحوا عليه ماء الأرض أفاق من الغشوة. قال الحمد لله الذي طهركم وزكاكم يا ابن رسول الله، وهذه معاجز آباءكم وأجدادكم. خداع، استعمل الخدع. الحمد لله، ولو أمرت الأسود يرجعون حميد بن مهران لكان أفضل. قال له هيهات هيهات، حميد بن مهران أخذته نار جهنم لأنه عصى وتجبر، وجزى المتعصب والمتكبر على الله جزاءه النار المستجار بالله. نسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار والعذاب. فعلى كل حال إهني ضمر المأمون ضمير أسود، شو يسوي؟ قال إذا عند الإمام مقدر من يقدر يحاربه ومن يقدر يسوي في شيء؟ فاستعمل الملعون السم إلى الإمام عليه السلام، وما منا إلا مسموما ومقتولا. ما في واحد مات مو مسموم؟ عندك من عندك الحسين مسموم، السهم الذي أصابه مسقي سما، علي بن أبي طالب بس، كلهم تجرعوا السم. فعلى كل حال عمل السم 3 أيام في خيط وإبرة منقوع السم، كل يوم يمر بالخيط مملوء من السم في جوف العنب حتى امتلأت العنب كلها سم قاتل. فهذه القضية يرويها أبو الصلت الهروي، والأنوية الإمام أخدمه. يقول وإذا بخادم المأمون أقبل مبكرا صباحا استأذن ودخل علينا وقال يا ابن رسول الله يدعوك الأمير في هذه الساعة عاجلا. فقال الإمام مرحبا، أهلا ومرحبا، كرامة لله وكرامة إلى جدي رسول الله، اتقدم وأنا في خلفك مقبل. يقول أبو الصلت قال لي يا أبو الصلت امشي معي ولكن لا تدخل المجلس، ترى إذا تدخل المجلس بياخذك التيار، اجلس على باب المجلس وانتظرني عند خروجي، إذا خرجت وأنا مكشوف الرأس كلمني، وإذا خرجت وأنا مغطى الرأس لا تكلمني. شلون مغطى الرأس؟ يعني إذا واحد مشغول بنفسه يوضع العباء على رأسه، ما يحط على، إذا هو شريف لا ما يلبس العباء إلا على عاتقه على كتفه. يقول فلما أقبل المأمون قام الإمام، قام المأمون يستقبل الإمام ويرحب بالإمام عليه السلام، مرحبا بك يا ابن رسول الله، أجلسه إلى جنبه. فلما استقر الإمام وهدأت الناس قال إلى الموكلين بالمائدة علينا بالمائدة أيها الناس. يقول فجاءوا بالمائدة وأكلت الناس جميعا، ثم قال ارفعوا المائدة وعلي بالطبق المغطى. فجاءوا بذلك الطبق المغطى فوضعوا بين المأمون وبين الإمام، كشف الغطاء وإذا فيه عنب رازقي وفيه عنب مخلوع القشور. فقال تفضل يا ابن العم، هذا عنب اهدي إلي فتنغص عليك، لا آكل حتى تأتي يا ابن رسول الله. شنو قال الإمام؟ قال يا مأمون اعفني من ذلك، أنا على كفاية من الطعام، ونحن وقوم لا ناكل حتى نجوع، احنا ما ناكل كل حين. قال لابد ولعلك تتهمنا بشيء، يكاد المجرم أن يقول خذوني. رفع العنقود الذي ترك ما أصابه بالسن، قام ياكل الملعون منه. يقول شفتني أكلت قدامك لولا حتى لا تتهمني بشيء، ها؟ رد العنقود إلى الإمام روحي له الفداء. فتناول الإمام وهو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.